باش يسرح مثلا يلزم يسرح الصباح بكري ولا العشيه؟ ولا العشيه مخر. اي ويلزم يكون عنده الكوري مهوي، مهوي معناه داير فيه الهواء، ما يلزمش مسكر وغاط. وقتها راهو هذيك ثانية تنجم تتسبب في اشكاليات. بالنسبه تو الماء يلزم يكون متوفر. وردوا بين ونبدلوا الماء سيد احمد لانه يسخن متوفر ونظيف وبارد، معناه ما هوش الماء ما نحطهش فيه يولي بكبك في اشعه، نحطها في السمش ونسيب الحيوانات تمرض. باش نقول لك علاش، علاش قلنا يسرح الصبح بكري؟ كان باش يبقى يسرح القايله، يروحوا الحيوانات عطاشه يلقوا الماء يشربوا برشا. وراهو معروفه حتى عند العباد يقول لك ما تشربش الماء وانت سخون، وعند الحيوانات كيف كيف. راهو هذيك وصارت وموجوده ديرنييرمون موجوده، يبدا ينساه في الماء يمشي يعطيه القايله يمشي يسرح به، يبدا عطشان يشرب، وقتها حشاك يولي بول في الدم. اي نعم البول نتاعه يولي احمر. صحيح. هذاك على خاطر عليه يشرب برشا ويبدا المسخون، هاك الجلوبيول روج الكرويات الحمراء تطرشك وتلون بالحموريه البول. دونك لهنا باش نردوا بينا، راهو يتنجم حتى كي يشرب برشا ماء وهو سخون، كي على خاطر كان في بلاصه سخونه ويجي ويلقى برشا ماء، راهو يتنجم حتى كشرب الماء برشا راهو ينجم يقعد له في الوقت. ردوا بينا دونك الماء راهو يلزم يكون بارد، ويلزم ماذا بينا يشرب الصباح ويشرب العشيه، ويكون ولا يكون الماء موجود عليه عنده على طول النهار، خاطر كي ما نعطيش الماء الصباح ونعطشه ونعطيه القايله مع السخانه راهو ينجم حتى كميه الماء هذيك تضره. نجو تو للاعلاف، قلنا الدنيا سخونه. دونك ماذا بينا نستكزو خاصه على الاعلاف الخشنه، القروط والتبن، ولا كان ثماش حاجه خضراء حشيش اخضر ولا كذا. ونردوا بين الاعلاف اللي هو الشعير ولا المستوره ولا الكونسونتري، نعطوها يا صباح بكري يا في العشيه مؤخر. وكي يبدا الدنيا سخونه ماذا بينا نقصوا حتى نصف الكميه. خاطر كي ياكل هاك الكونسونتري الشعير ولا كذا باش يزيد الجسم باش ينتج الحراره، ومع حراره الطقس باش تصير هاك الاشكاليات، قلنا تخثر الدم والدم ما عادش يشاركل بالباهي في الجسم، ووقتها ما عادش يمشي للاعضاء الحيويه كيما المخ والكلى والقلب، وباش تتسبب في خسائر تنجم تكون لا قدر الله كارثيه. سيدي احمد فماشي ادويه من باب باب الوقايه، يعني من باب الوقايه هم الفيتامين خاصه معروف الفيتامين سي، ثم الفيتامين سي تحط في الماء يعاون برشا على باش الدم يسيركل بالباهي وباش يبرد الجسم، موجود لفيتامين وخاصه الفيتامين سي. وكيف كيف الحيوانات يلزم تكون ملقحه ضد الامراض الاخرى، خاطر شنو هي ارتفاع درجه الحراره؟ باش تعمل ستريس في الاخر في البرد، معناها باش تعمل تشنجات، ونعرف وقت التشنجات هذيك تستحب باش الجسم باش يسيب بعض الهرمونات اللي باش يعمل تشنجات في البدن وباش يساهم في ظهور بعض الامراض. كي تبدا الحيوانات ملقحه وقتها تبدا محميه. دونك راهو اللقاح ضد عده امراض راهو مهم باش حتى لا قدر الله يكون ثم عوامل تساعد على ظهور المرض، يبدا الحيوان عند المناعه الكافيه باش يحمي روحه. هكا ليش قلنا يلزم تكون الحيوانات ملقحه، وكيف كيف نعاونوها تو في الدجاج معروف بالضبط. فما نقطه مهمه قبل ما نمشي لصديقنا نجم الدين العكاري للتفاعل معك، ما تراش ايضا وانه خاصه في فصل الصيف ضروري من رفع الفواضل الحيوانات؟ تعرف انت مثلا مرات في زريبه تبدا فيها قطيع الاغنام وما الى ذلك، رفع الفواضل باسرع وقت ممكن حتى ما تتعفنش بفعل درجات الحراره، يجنبنا وقوع القطيع في العديد من الامراض. يعطيك الصحه على السؤال، وخاصه عند الابقار نعرف فواضل الابقار بالضبط تنتج هكا الغازات الدفيئه. مع الماء تبدا مرنخه حشاك بالبول تولي ليميديتي، ونعرف السخانه مع ليميديتي تولي الحراره المحسوسه كان يحكي معها يحكي عليها الاستاذ مشكور، تزيد تسخن الدنيا اكثر. دونك سؤالك مهم يعطيك الصحه، نظافه المكان نتاع الحيوان راهو مهم باش ما نطلعوش من ليميديتي وباش نقصوا من اكل غازات الدفيئه اللي ينتجها هاك الفواضل نتاع الحيوانات، مهم برشا. دونك نظافه المكان راهي مهمه، تدخل في
إطار المحافظة على الاستابل تهويته، أنا بالعامية قلت رابيدمون تهويته، أما يكون مهوي وبش يكون مهوي يلزم ما تكونش هو الاستابل بيده يكون مصدر لإنتاج الغازات. دونك لهنا راهو مهم برشا باش يكون الاستابل نظيف، ولما لا ما يكونش فيه برشا ما حتى الليميديتي، والواحد خاطر تو في الجنوب يقول لي ليميديتي لا ما عندناش، أما راهو نعرفوا برشا ناس تربي في الحيوانات في الواحات مع السخانة مع الميديتي نتاع الواحات راهي تولي الحرارة المحسوسة قوية برشا وتتسبب في عدة مشاكل.